أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من فلا ممسك لها ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور
والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يغمر من مغمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير
ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن غليا أشهد أن مولانا عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله سلام الله تعالى عليهم أجمعين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن دينك هذا قد أصبح باكيا لفقد وليك وصل على محمد وآل محمد وعجل بفرج وليك رحمة لدينك
اللهم إن كتابك هذا قد أصبح باكيا لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد، وعجل بفرج وليك رحمة لكتابك. اللهم إن هذه عيون المؤمنين قد أصبحت باكية لفقد وليك، فصل على محمد وآل محمد، وعجل بفرج وليك رحمة لعيون المؤمنين. اللهم ارحم فقراءنا واشف مرضانا، أوف دين المديونين، عجل لوليك الفرج. من أوصانا بالدعاء، اللهم اقض حوائجهم، سهل أمورهم، شافهم وشاف مرضاهم ومرضان ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالنبي وآله، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأرواح الشهداء السعداء أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها، خصوصا شهداء العراق